إبراموفيتش. نعم بعد احتزاز إبراموفيتش الأسطورة الهولندية. هذه كرة الأمام لمسة يد. حكم المباراة يطلب مواصلة اللعب خطيرة. الكرة سويد. الله. ماركوس بيرج. ماركوس بيرج بيضع كرة بشكل رائع من فوق حارس المرمى. يضن شوت ويتقدم للسويد بهدف مقابل شيء قبل نهاية شوط المباراة الأول. كانوا يطالبون بلمسة يد لكنهم يسجلوا عن طريق ماركوس بيرج الذي يفتتح أهداف السويد في هذه التصفيات. هذه الكرة التي بدأت من لوستيغ للأمام المطالبة بلمسة يد على بروما. ماذا تفعل يا ستروتشمان؟ بيرج يا السلام بيضع الكرة من فوق حارس المرمى. شوت يستغل تقدمه لتتقدم السويد عن طريق مهاجمها ماركوس بيرج مهاجم الباناثينايكوس اليوناني. الكرة بتضرب بالعارضة وتكمل طريقها للمرمى لتتقدم السويد على هولندا في شوط. اللي بيلعب في صفوف سبورتنج لشبونة واللي عنده هدف دولي ويشارك في مباراة دوري رقم 8 دوست لعب سبورتنج لشبونة انطلاقة سريعة من يان مات. يان مات بيحاول بيسدد كرة. الكرة في المرمى. جول جول جول. شنايدر يعيد المنتخب الهولندي للمباراة ويسجل التعادل. ويسلي شنايدر القميص رقم 10 يعدل النتيجة للمنتخب الهولندي. ويسلي شنايدر اللي بيسجل هدفه رقم 30 بقميص هولندا. الكرة بيضعها على يسار حارس المرمى روبن أولسن والتعادل عن طريق ويسلي.